هذا متى ما أتى في وقت مناسب، الوقت اللي يمر فيه العالم للأسف باضطرابات كثيرة إن كانت سياسية أو اقتصادية. هذا المؤتمر يحث على التعايش السلمي والتفاهم والحوار بدل الصراعات إن كانت اقتصادية أو عسكرية. في هذا القرن 21 نحن نواجه تحديات كبيرة، إن كان في المناخ، إن كان في اقتصاديات العالم، إن كان الفجوة الكبيرة بين اللي عندهم واللي ما عندهم، الفقر في كثير من البلدان، تهميش المرأة، أيضا استغلال الأطفال للأعمال الشاقة أو للربح. فنحن في الإمارات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله رئيس الدولة، نسعى جادين ومجتهدين لبناء الجسور بين الثقافات بين الأديان لخلق عالم تسود الأمن والأمان والاستقرار، وأن يكون في أمل للمستقبل وأمل لأبنائنا وأحفادنا لأن ينعموا بخيرات العالم وأن ينعموا بالأمن والأمان والسلم، ويجعلوننا نتنافس في أمور تنفع الإنسانية بدل ما نتنافس في حروب واستغلال ثروات الآخرين.